ايدك ويايا، انا ما اقدرش لوحدي لكن اقدر بايدك. يمينك يا رب تسندنا. عندما نذكر كلمة يمينك أو يدك يا رب نتذكر الصليب على الفور، فيد المسيح كانت ممدودة عليه. إيد المسيح كانت ممدودة كده. الإيد الممدودة دي يا ترى ممدودة لإيه؟ ممدودة علشان ترحب بيك. لما يجي واحد بيرحب بالحد بيفتح أحضانه كده، ولا ممدودة علشان تدعوك وتقول لك انت ليه بعيد، ولا ممدودة علشان انت محتاج قوة ومحتاج مساعدة يقدر يقدمها لك. احيانا الواحد فينا لما العربية تعطل يقوم مش عارف يزقها، يقوم ناديه واحد ولا اتنين من اللي واقفين يقول له ايدك ويايا. مش بنعمل كده؟ ايدك ويايا. فانا بقول لربنا ايدك ويايا، انا ما اقدرش لوحدي لكن اقدر بايدك. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. توجد يا اخوتي قوه الخلاص او يد الخلاص، الخلاص من الخطيه، هي يد السيد المسيح الذي يمسح الخطيه، ولذلك دعي السيد المسيح يمسح الخطيه. وتوجد قوة الستر، الله يستر علينا، والله يستر على كل البشر من خلال فترة الليل. الشمس لما تغيب ويبدأ الظلام في الحلول، هذه ستر من الله، ولذلك توجد في الكنيسة القبطية صلاة نسميها صلاة الستار، ستار الظلام والظلمة الذي يأتي على كل البشر ويستر، ثم يعطينا الله نهار جديد ونبدأ يوم جديد. وكلنا نقول لبعض صباح الخير وصباح النور، بداية جديدة لنهار جديد للعمل ولخدمة كل أحد. قوة الستر، قوة الستر عند الضعف. الله يستر على كل إنسان فينا ضعفاته. وتخيل أيها الحبيب أنك للحظة واحدة يرفع الله ستره عنك، فكيف يكون حالك؟ صور كده لو ربنا شال الستر عنك. فقوة الستر هي عند ضعف الإنسان، ولذلك نحن عندما نقف كل يوم ونصلي ونقول نشكرك يا رب، نشكرك لأنك سترتنا، ونقولها بصيغة الجمع، سترتني أنا وأخويا وأختي وبيتي وشارعي ومجتمعي وكنيستي ووطني، سترت علينا.